شارع الملك الحسين المعروف باسم شارع السعادة يعد الشارع الرئيسي في مدينة الزرقاء، حيث تتواجد فيه العديد من المطاعم والأسواق، وهو قلب الزرقاء النابض المليء بالحياة. التفاصيل مع محمد أبو علوان. قيل قديما أن كل الطرق تؤدي إلى روما، والحال منطبق إلى حد بعيد مع شارع السعادة في الزرقاء، والذي تؤدي إليه كل طرق القلب التجاري للمدينة، فمن رأسه المطل على شارع الجيش شرقا وصولا إلى قاعدته قرب قصر شبيب الأثري على بعد كيلومتر غربا، تتقاطع مع شارع السعادة سبعة من أهم شوارع المدينة، تبدو فيها كما لو أنها أوردة تغذية ويغذيها. شارع السعادة هذا يتجمع فيه جميع المحال التجارية، من مجوهرات إلى نوفاتي إلى شركات صرافة إلى بنوك إلى حلويات إلى مطاعم. معظم سكان الزرقاء دائما مقصدهم هذا الشارع لتواجد فيه كافة الخدمات. شارع السعادة له حصة الأسد من مغانم الفورة الاقتصادية في المدينة، فهو يحمل تاريخ قديم يرتبط باسمه، إضافة إلى أنه صمام أمان للاقتصاد الزرقاوي، والذي يتمثل اليوم بالعديد من محال الألبسة والأحذية والذهب والمطاعم والصرافة والبنوك، عدا عن توافد المواطنين عليه من خارج محافظة الزرقاء لما فيه من بضائع مميزة وأسعار مناسبة. شارع السعادة هو رئة التجار، شارع السعادة هو الرئة اللي بتنفس منها أهل الزرقاء، بالمناسبات بالأعياد الوطنية بالأعياد بشكل عام بيكون شارع السعادة محج لكل أبناء الأردن من المحافظات المجاورة من المفرق حتى من عمان، بيجي ناس لخصوصية هذا الشارع. شارع السعادة بمسمى القديم شارع السعادة هو الآن اسمه شارع الملك حسين، وأكيد اسم شارع الملك حسين لحاله بعنينا إحنا كأبناء الزرقاء إشي كثير كثير. شارع السعادة الذي يحبه ويرتاده جميع المواطنين بمختلف أعمارهم يعتبر قلب المدينة النابض والمليء بالحيوية، لما له من ذكريات جميلة وقصص تركت بصمة، بأن شارع السعادة له من اسمه نصيب في قلوب ووجدان الزرقاويين. محمد أبو علوان، رؤية.